السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم على الحاجات اللي بتخلي التعابين تيجي للمكان اللي انت فيه، وهنتكلم ازاي تأمن مكانك من اي هجوم تعابين، ولو لا قدر الله لدغك تعبان ايه هي الاعراض المصاحبة للدغة التعبان، وهنقول الاسعافات الاولية برضو ان شاء الله، واخر الفيديو هنختمه بإرشادات بسيطة كده صغيرة عشان تحمي نفسك إن شاء الله من أي هجوم تعابين حتى لو أنت شفته وجها لوجه. أول حاجة بتجذب انتباه التعبان أي بركة مياه أو أي مكان فيه مياه مفتوح وسهل الوصول ليه، وأكتر حاجة الناس بتحب تحطها بره عشان العصافير تشرب منها بيبقى حوض مخصص للعصافير، وده بيجذب التعابين عشان اي تعبان ما يقدرش يعيش من غير مية، فدي حاجة بتجذبه ان هو يروح لمكان الحوض بتاع الطيور ده. اكتر انواع التعابين بتتغذى على الفئران، فانت لو عندك فئران موجودة او اي قوارض موجودة في المكان اللي انت موجود فيه فدي حاجة برضو بتجذب التعابين للمكان اللي انت متواجد فيه. أما من حيث تواجدها في المناطق الطبيعية فهي بتحب تتواجد خلف الصخور والأحجار كأماكن يسهل الاختباء فيها، وممكن يبقى خلف الصخور والأحجار دي الجحور بتاعة التعابين دي، فالصخور والأحجار برضو بتبقى وسيلة من وسائل جذب التعابين للمكان اللي انت فيه. النباتات والحشائش برضو بتعتبر ساتر للتعابين ولجحورها، فنخلي بالنا برضو من النقطة دي. الشقوق، الفتحات الموجودة في الحيطان، مجاري الصرف المفتوحة دايما، كل دي أماكن ممكن يعدي التعبان منها للمكان اللي انت متواجد فيه. بعد ما اتكلمنا على الحاجات اللي بتسهل دخول التعبان للمكان اللي انت فيه وبتكون عامل جذب للتعبان للمنطقة اللي انت متواجد فيها، هنتكلم دلوقتي على انت تحمي نفسك من ان التعابين تجي لك ازاي. هي باختصار عكس كل الكلام اللي احنا قلناه من شوية، بس هنبتدي دلوقتي باحواض الطيور. ياريت لو ان احنا نقلل تواجدها او نبعدها عن المكان اللي احنا موجودين بداخله. تاني حاجة، ودي تعتبر الغذاء الرئيسي لأكتر أنواع التعابين، وهي القوارض والفئران. لو أنت شفت أي فار موجود لازم تقضي عليه بأي طريقة ممكنة، أو على أقل السبل إنك تبعده عن مكان تواجدك. تالت حاجة، الصخور، تبعدها أو تزيلها من المكان اللي أنت موجود فيه. رابع حاجة، الحفر والفتحات والشقوق ومجاري الصرف تحاول تقفلها بقدر الإمكان. الحشائش الطويلة يفضل إن احنا نقصها أول بأول، وأوراق الشجر المتساقطة برضو نجمعها ونبعدها بعيد عننا. الحمد لله كده احنا عرفنا ايه هي الحاجات اللي بتجذب التعابين للمكان اللي انت فيه، وبعد كده عرفنا احنا نأمن نفسنا من الحاجات الجاذبة للتعابين دي ازاي. طيب دلوقتي لو لا قدر الله كل الكلام اللي احنا عملناه ده تمام ومفيش مشاكل، بس احنا لقينا حد التعبان لدغه او لقينا مصاب اتقرص من تعبان، احنا نعرف ازاي ان المصاب ده اتقرص من تعبان او ايه دليل ان هو اتقرص؟ هنعرف دلوقتي الاعراض اللي بتظهر على المصاب، وبعد كده هنقول الاسعافات الاوليه. نبتدي دلوقتي بالاعراض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا في الفيديو اللي فات احنا ازاي نفرق بين التعبان السام والغير سام، ودي كانت علامة من علامات ان التعبان اللي قرصنا ده سام، فهيبقى في جرحين موجودين مطرح التعبان السام، ودي اول عرض من اعراض ان انت اتلدغت من تعبان سام. تاني عرض، تشنجات عضلية.
تالت عرض نزيف مطرح اللدغة. العرض الرابع عدم انتظام في ضربات القلب. آلام في المعدة. صداع. ضعف في العضلات. تورم والتهاب. شلل عضلي، بس ده بيبقى في بعض الحالات. تشوش في الرؤية. تعرق وغثيان. صعوبة في التنفس. خدر أو تنميل في الوجه والأطراف. ودي صورة للأعراض الإجمالية اللي بتبقى موجودة على المصاب بعد لدغة التعبان. بعد ما عرفنا إيه هي الأعراض بتاعة لدغة التعبان، طيب إحنا هنشوف دلوقتي لو الأعراض دي ظهرت عليك والتعبان بالفعل قام بقرصك، طيب أنت إيه هي الإسعافات اللي أنت تعملها للمصاب أثناء أو ما قبل ذهابه للمستشفى؟ حافظ على هدوءك، حاول ما تنفعلش، حاول ما تتحركش كتير. اتصل فورا برقم الطوارئ عشان يقدر يساعدوك في انك تعدي الحالة الطارئة اللي انت فيها حاليا. الرقم اللي هيفيدك في الحالة دي هو رقم طوارئ الاسعاف، ورقم طوارئ الاسعاف الموجود لكل بلد بيختلف. في جمهورية مصر العربية رقم طوارئ الإسعاف هو رقم 123. القائمة اللي موجودة قدامك دي فيها أكتر أرقام الطوارئ اللي ممكن تفيدك في حالات الطوارئ المختلفة. ما تحاولش تحرك نفسك أو ترهق نفسك إلا للضرورة القصوى. ما تحاولش تقتل التعبان ولا حتى تقرب منه. حاول تصور التعبان، الصورة دي هتفيد جدا الفريق الطبي ان هو يكمل العلاج للمصاب. او لو ما قدرتش تصوره حاول تحفظ تفاصيل الحية، وكل ده من بعيد لبعيد مش لازم تقرب لها. ما تحاولش ابدا انك تمص مكان اللدغة ببقك. ما تحطش كمادات على مكان اللدغة قبل ما توصل للمستشفى. اي حاجة موجودة على مكان الاصابة حاول تشيلها، والحاجات دي ممكن تكون ملابس ضيقة، ساعات، خواتم، سلاسل، ما الى ذلك. اي حاجة على مكان الاصابة اشتلها بعيد عنها. ما تحاولش تاخد الدواء بمزاجك او من دماغك، حاول تسأل الطبيب قبل ما تاخد اي دواء. المكان المصاب ما تحاولش ترفعه، حاول تخليه أسفل منطقة القلب عشان السم ما يمشيش بشكل أسرع في الجسم. في الحالة دي لما تيجي تعمل إسعافات أولية لأي شخص تم لدغه من تعبان، حاول بقدر الإمكان إن هو ما يتحركش، وفي نفس الوقت حاول تخليه نايم على جنبه الشمال وما تخليهوش يمشي كتير، ما تخليهوش يتحرك كتير. حاول تكون متواجد دايما مع المصاب، وغير انك بتطمنه وتهدي من روعه، لا لازم برضو في نفس الوقت انك تحاول تراقب النفس بتاعه، عشان النفس لو وقف لازم فورا تعمل له انعاش رئوي. مكان الاصابة لف عليه ضمادة عشان تثبته، بس لو الاصابة موجودة في مكان انت مش هتقدر تعمل عليها ضمادة او تلفها عليه، حاول تثبتها بنفسك. احنا كنا اتكلمنا في الاول على انك ازاي تأمن المكان اللي انت موجود فيه من هجوم التعابين. طب لو انت ماشي دلوقتي في الشارع او لو موجود في غابة، بس الغابة دي اكتشفت ان فيها تعابين كتير، طيب احنا ايه الاجراءات اللي احنا ممكن نعملها عشان نتجنب الاصابة بلدغة من لدغات التعابين دي؟ في كام نقطة كده، اولها بكل بساطة انت لو شفت تعبان ما تقربلوش، ما ترميهوش بحجر، ما تلعبش معاه باي عصاية، لا انت لو شفت اي تعبان مش لازم انك تقرب له، لا يحبذ انك تبعد عنه وتمشي حتى لو من طريق تاني او تبعد عنه وخلاص. طيب برضو بعد كده انت لو شفت تعبان ميت، حتى لو شفت تعبان ميت حاول برضو ما تقربلوش. في بعض انواع التعابين حتى بعد موتها بفترة ممكن
عندها القدرة ان هي برضو تلدغ او تقرص البني ادمين او اي حاجة جنبها. طيب احنا برضو في نفس الوقت لو انت شفت جحر تعبان برضو مش لازم انك تقرب له، الاعشاب الطويله برضو ما تقرب لهاش، الحجاره، اكوام الخشب، كل دي زي ما قلنا اماكن ممكن التعابين انها تستخبى فيها. طيب دلوقتي انت ماشي في المنطقه دي، يا حبذ لو تكون لابس حاجه طويله، ويا سلام لو تكون من الجلد او البلاستيك السميك عشان تقدر تحمي نفسك من اي لدغه او اي قرصه تعبان. روى البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي لبابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء، والطفيتان بضم الطاء الخطان الأبيضان على ظهر الحية، والأبتر والأبيتر قصير الذنب. يا رب نكون قدرنا نوصل المعلومة، ولو عجبكم الفيديو ده ادعمونا بلايك وشير واشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد.